صباح الخير، حلقة جديدة من أخبار الصباح لليوم الأربعاء 10 شباط. حجم الأزمات عم بيرتفع، إنما ملف النفايات بعده عم يحتل الصدارة. تقرير مع حفل اختتام مهرجان الأفلام الأوروبية ومحطة فكرية مع زميلتنا مريم الحاج وغيرها من التقارير رح منكون على موعد معه. أما ضيفتنا لليوم فهي ميرنا حايك، لنحكي معها عن حملة من تنظيم المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية ودار العناية، والهدف منها مساعدة الأطفال والشباب ذوي الصعوبات التعلمية. إنما البداية مثل العادة بتكون مع اتصالنا مع مصلحة الأرصاد الجوية. اليوم معنا أستاذ محمد كنج. صباح الخير. صباح النور يا هلا. كيفك اليوم؟ ماشي الحال. تفضل، كيف رح يكمل نهارنا لليوم ولكم يوم الجاي؟ جمالا عنا اليوم طقس متقلب نسبيا على الحوض الشرقي المتوسط. طقسنا اليوم ببلش غائم لغائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة. نعم. مع ارتفاع مع تساقط أمطار خفيفة ومتفرقة اعتبارا بعد الظهر، خاصة بالمناطق الجبلية والداخلية. ممكن يكون عندنا تساقط ثلوج خفيفة ومتفرقة على ارتفاع 1600 متر وما فوق. احتمال الأمطار بضل قائم لبكرة الصباح. بكرة بيرجع بيتغير الطقس، بيصير غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة، ورياح ممكن تنشط توصل سرعتها ل 45 كيلومتر. نعم. الجمعة قليل غيوم اجمالا مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة. نعم، بس بلشنا نحن نحس بتغير الطقس، يعني اليوم الطقس كتير مقبول، ما في سقعة كان الصبح. صحيح، بس مسكرة بالغيوم، يعني في عنا غيوم متوسطة ومرتفعة، تقريبا السماء اوفركاست يعني مسكرة. نعم، اليوم قدير عم تكون درجات الحرارة؟ بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم على الساحل عم تكون بين 6 و 19 درجة، فوق نعم. الجبال من 3 إلى 13 درجة، بالأرز من 4 تحت الصفر ل 5 درجات، وبالمناطق الداخلية من 3 إلى 14 درجة. والهواء عم بيكون شمالي شرقي، حيتحول لجنوبي غربي اليوم، وسرعته بين 10 و 30 كيلومتر، وبينشط لل 45 كيلومتر. نعم، على كل حال نحن بكرة بنرجع بنحكيكم للمزيد من التفاصيل. نتشكرك على كل هالمعلومات. جوال، صباح الخير. صباح الخير جوال، صباح الخير لكل المشاهدين يلي عم بيتابعونا. اليوم بتغيب الصحف بمناسبة عيد مارمارون يلي صادف مبارح، ويلي منتمنى ينعاد عليكم بالخير والبركة. مشان هيك رح نبدأ بتقاريرنا. 10 سنوات على غيابه، بقيت كتابات ومسرحيات الأديب والكاتب عصام محفوظ عم بيتناولوها النقاد والمخرجين وطلاب المسرح. بالذكرى العاشرة لرحيله انعقد لقاء خاص بالجامعة الأمريكية ببيروت، جمع وجوه ثقافية وأدبية وأكاديمية بعنوان عصام محفوظ بين لغة الشعر ولغة المسرح. تفاصيل أكثر بهالتقرير. فيك يا سعدون، انت جيت بالخلاص للعالم، جيت بالجزمة. عاش الجنرال. هيك اشرك جنرال، هيك اشرك. اليمين يا سعدون، ابدا دايما باليسار. حاضر جنرال، حاضر. كيف؟ وش أنا أسمعك؟ لما حاضر صرت قادر تتبرع فيها؟ طبعا يا جنرالي، طبعا ليك. وجهي بين مصفر من الجوع، انه صرنا يومين بلا اكل، بدل ما نشتري الخبز طلعنا الجزمة. الحرية اهم من الخبز. ويلي الحرية ويلها. 10 سنوات مروا على رحيله، وعصام محفوظ ما زال عم يبحث عن الحرية من خلال كتاباته ومسرحياته السابقة عصرة. تحدى المجتمع السياسي وتمرد على الحكمة والديكتاتورية. كتب زنسلخت الديكتاتور للقتل، كارت بلانش لماذا رفض سرحان ما قاله الزعيم عن فرجلة الحلو في ستيريو 71، بالإضافة إلى تمكنه من الشعر لفصلوا عن المسرح. رحل اليوم عصام محفوظ جسديا، بما أنه كل أقاويله ومسرحياته ونصوصه ما زال عم يتناولون اليوم كل المخرجين المخضرمين والجدد. هو من جيل الرائد، يمثل نخبة أو عمدة ما قدم على مستوى الحداثي، وفي فترة استنهاض ثقافي كبيرة شهدتها الحالة الأدبية والفكرية والشعرية والمسرح في لبنان والعالم العربي. كتب 4 دواوين شعرية، ومن بعدها اجت حادثة هزيمة 67، عملت مثل خضة وعي بالنسبة له، نوع من وعي هيك، ردة فعل تجاه الهزيمة اللي صارت، والتي عبرت برأيه عن حالة انحطاط شعبي وسياسي.
عصام أنا اكتشفته بعد وفاته، بعد ما قريت بعض الكتب اللي طبعها. هذا رجل عبقري فقدوا لبنان شيء حلو كتير، ويعني ما فينا إلا ما نقول يعني بعد في مجال يبين، يعني العالم كله يعرفه، لأنه كان شيء جديد، عمل شيء جديد، فوت شيء جديد، كأنه بالشعر وبعدين بالمسرح. ما تتركنا، ما تتركني جنرالي، ما تتركني، نسيت أنك خلصتني. طبعا أنا خلصتك. أرجوك تخلصني، لأنه إذا تركتني بيقتلوني. يقتلوك مين؟ ناس. أي ناس؟ ناس كل الناس. بمرور 10 سنوات على غياب عصام محفوظ وبمبادرة من الجامعة الأمريكية ببيروت وبرنامج أنيس المقدسي للأداب، الجامعة اللبنانية الأمريكية بمركز التراث اللبناني ومسرح المدينة، تم عقد لقاء خاص حول عصام محفوظ بين لغة الشعر ولغة المسرح. تخللوا مداخلات عديدة من قبل الشاعر أنري صغيب، عبدو وازن، عبيدو باشا، جهاد الأطرش وأمل ديبو لحلة مكان نضال الأشعر، بالإضافة للإعلان عن ديوان شعر وضع عصام محفوظ بآخر حياته واللي رح يتم إصداره قريبا عن دار الفرابي. متعدد المواهب بالشعر، بالمسرح، بالنقد، بالمقال الأدبي، باسترجاع كبار من تاريخ الأدب، كتب لهم حوار معهم كأنه موجودين، استل الحوارات من نتاجه. عصام عبارة عن خلطة، عبارة عن مزيج، يعني عصام ومزاجه، ومزاجه كان خربان نهائيا، يعني ساعة كان رايق ساعة ما كان رايق، ومزاجه بيشبه كمان نقلاته، يعني وقت ساعة بالشعر بلحظة من اللحظات بيبطل يكون شاعر. عصام بيترك واحدة من أهم تجارب الشعرية مش بس في لبنان، في العالم العربي. وعصام لا ينتسى، عصام بالمرحلة اللي كان فيها كانت مرحلة مهمة كتير، وعطاؤه كان مهم كمان جدا. بدي أقرأ شعر لعصام محفوظ، بدي أقرأ فلسفة ورؤية لعصام محفوظ. الله يرحمه، ترك فراغ كبير، كان مبدع كبير في لبنان. شاعر، كاتب مسرحي ونائد لبناني. مع غياب عصام محفوظ اليوم غياب المسرح الملتزم، المسرح الواقعي والحد، المسرح اللي أراد تغيير وجهة العالم، ولكن بيبقى شعره ومسرحه المحكي باللغة العامة وكتبه مرسخين بالذكرى الجماعية. منتابع حلقتنا لننتقل إلى قاعة كنيسة القديس يوسف للأباء اليسوعيين لنتابع أمسية موسيقية للميزو سوبرانو تارا معلوف بمرافقة الأوركسترا الوطنية اللبنانية بقيادة المايسترو ميشيل خير الله. تفاصيل أكثر بهالتقرير. أجواء السكينة والهدوء والموسيقى اللي بتغذي الروح امتلأت كنيسة القديس يوسف للأباء اليسوعيين بمحبي الموسيقى الراقية للقاء الميتزو سوبرانو تارا معلوف بمرافقة الأوركسترا الوطنية اللبنانية بقيادة المايسترو ميشيل خير الله، فقدموا كونسرت مميز حمل الحضور إلى عالم السلام والفرح. تقريبا كل اسبوع في حفلة، واليوم الكونسير هو رح ندق جان سيباستيان باخ، ورح ندق اشياء بسمون ارياز في مادموزيل تارا معلوف بدها تغني 5 قطع، بعدين في سيمفوني لموزار، سيمفوني رقم 39. في سيربريز بالاخر كمان، لانه انا كنت قبل بطلة الاوبرا كارمن، رح نقلكن هلا السيربريز بس هني بعد ما بيعرفوها. اوكي رح اغني كارمن بالاخر. صوت تيرا انا معود عليه، بتعلم معنا بالانديو،
بقى كتير بنبسط وقت بسمعها. حقيقة فخر للبنان هالكونسرفاتوار، يعني بدك تقولي مثل ضوء بين هالعتمة. كتير حبيت كونسرت تبع تيرا، خاصة المقطوعة الأخرانية اللي رجعت حطتها بالبروجرام اللي كانت بكونسير أوبرا كارمن، كانت كتير مميزة وكان كونسير كتير موفق. الحقيقة بتجنن صوتها، بياخد العقل وتعبيرها والإحساس، يعني معرفش هي واحدة منهم، يعني بكتني الحقيقة كتر ما كان كتير كتير حلو. تميزت هالأمسية بكثافة الحضور اللي تنوع بين كل الفئات العمرية لتأكد إنه هالفن الراقي مازال شغف اللبنانيين وحاجتهم لهيك أنواع من النشاطات الفنية ضرورة حتمية لتحملهم من أجواء الضغوط الحياتية لعالم الفن. كتير كانت رائعة، خاصة الأوبرا فيجارو. كتير حلو صوت تيرا، وكان كتير حلو الكونسيرت. عظيم عظيم، صوتها بجنن، وحضرناها 100 مرة، صرنا كتير حلوين. أكيد بتروق الأعصاب، تبعدنا عن الأجواء العاطلة، الأجواء المحشونة، تبعدنا عن السياسة. ويا ريت ما بتضل مركزية، يعني بتتوزع شوي على المناطق الأخرى. تعالوا كلكم احضروا، كتير حلو هيدا الفن.